بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الشيخ الغامدي في جيدة من الشرف كان مدرب الى الشيخ سبيشاليست الموفق البروفيسير. في كومونس بار الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، امر بالوحده ونبذ الفرقه والاختلاف. اشهد ان لا اله الا الله وكما يؤمن بين موجودين على العشر سبح الله. اي الله سبحانه وتعالى من في الدور اي يمير مسلمان اي يفهم بين ديفيزيون بين مسلمان. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ألف بين القلوب وآقى بين المهاجرين والأنصار. الرسول صلى الله عليه وسلم يتمعيك بينه كان رسول اكسبتين محمد صلى الله عليه وسلم من جاء المفيد المفيد محمد صلى الله عليه وسلم لمن لفيد بالله قول يونيه من مسلمان اي في يونيه قول بين المهاجرين والأنصار. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تقوى الله أيها المسلمون هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. كيف تقوى الله؟ تقوى الله سوف ديفينيسيون يا بليزيو ديفينيسيون اي باغي كان ديفينيسيون تقوى الله سي اومين بو افيك بينيسيون الله و بين الدوغيير فدي ساكوغيير لا سي تقوى لا بينيسيون الله اي لا ساكوغيير لا تقوى بين ابو الله.
وهذه التقوى تكون بالعمل الصالح، بأن تخاف من الله، تخاف من الله فلا تعصيه، وأن تريد Il est d'accord avec moi aussi, comme il a dit que c'est le père. C'est qu'il vient obéir à Allah. Il vient de la vie de Jésus. Quand il veut vivre, ça t'accorde. D'ailleurs, il vient d'accord avec moi. Il vient de vivre par toi, ou dans le jour. Quand il t'accorde pour il est, ou il vient de la cachette. Alors, il met Allah, je souhaite qu'il met Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi je souhaite qu'il voit le paradis Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va être sur le fait qu'il vient d'accord avec moi. عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون. الله سبحانه وتعالى يسأل أمتان ينسل أمة أي موا وزد رب زد بزاف عدو Je disais, priez-moi. Je disais, payez-moi. Alors, le fait de donner ça à l'époque, c'est Oumad Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a essayé de Oumad. Aïe, Anna, Hadi, Tafsir, Hadi, Hadi, Anna, tout le monde, Rabbi, Abdullahi, Rabbani, Wabi, Islam, Dina, Wabi, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Abdi, Yahwa, Sula. Et Tafsir, explication, ça, Aïe, Quran, qui s'est vu qui obéit à connaître Allah, satisfait qu'il y a la surah. Les satisfaits de l'islam se dit, et les satisfaits de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce prophète. Alors il dit un membre de sa ummata. Fardun fi ummati wahida. Il y a un membre de sa ummata, un seul ummata, c'est-à-dire ummat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laha manhajun wahid. Il y en a un seul slavas, un seul programme. Wa laha dinun wahid. Il y a un seul dit. ورب واحد ينسل رب ينسل موتي وقرآن واحد ينسل قرآن وقبلة واحدة ينسل وشي ينسل قبلة سواء كانوا في الشرق أو في الغرب نبقى في بلاسكي يتي لا ويس لا ويس أو في الشمال أو في الجنوب سواء كانوا في الغرب كذا في الشيء وسواء كانوا عربا أو عجما وسواء كانوا عرب وكانوا في الإيمان عرب أو سودا أو بيضا إن شاء الله إن لا فرق بينهم إلا بالتقوى بين وبين الله سبحانه وتعالى إشتقاق التقوى ولذلك أيها الأحبة فنحن خير الناس أقول سامن ومن فيش ومن نيجي تقول تكسيسير زرافيا وخير الأمم إنهي أمم هذا الكلام يقوله الرب سبحانه الخالق Et pas que Médias sont une meilleure humaine, c'est Allah même nous, les chers Médias, qui nous meilleure humaine. Yaqulu Subhana, Kuntum khayra ummatin mukhrijat linnas, ta'muna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Allah dit dans le Coran, qui je suis une meilleure humaine, qui fait parce que je suis au double bien. Et en plus, on a dit que l'Iman de Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous commençons à Allah veut dire, c'est-à-dire la qualité qu'Allah veut dire, on donne le bien en plus, on a dit l'Iman de Allah, alors nous, dans sa oumata, et nous meilleurs oumata. Wa nahnu aktharu nas. Et nous, plus beaucoup du monde. Wa aqwa nas. Et nous, bantoum, plus beaucoup. إذن لنا السيادة والريادة والقيادة إن شاء الله. إنما سيبسوي ناس الله سيبسوي ناس رسول صلى الله عليه وسلم. وفينا سأمة واحدة لا تواجه. نؤمن بكم كل واحد. نؤمن بكم أي واحد. نؤمن بكم في كل شيء. بيجون بكم سيبسوي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن نتحد. Voilà, nous Alors, qui dit chose, quand il y a pas de Coran et Hadith, qui dit chose qui peut nous une pièce à la force, hein, c'est quand nous unir ensemble, quand nous musulmans unir ensemble. Voilà, nous sommes. Voilà, nous sommes. Nous sommes ensemble, nous ne pas séparer, nous ne pas expliquer. Et Allah Ta'ala, Yaboul, parce qu'Allah veut dire, voilà, tanazaru, fatafshalu. Voilà, tanazaru. Fatafshalu. Voilà, tanazaru. Fatafshalu.
Vai estar aqui pensando o dinheiro da força. E vim para servir a Allah. Vim para servir a Allah. E يقول سبحانه وتعالى انما المؤمنون الاخوه الله بيجوزي بان مؤمن سيدي بان فرير اي فرير بيجير كومينيتي ما بيجير ديفيزيون النصوص في ذلك كثيره في كلام الله تعالى لكن هذه بعضها اي كوشي ناس سيدي لا كنا كوكو اي القران كي بيكوزو لا بيجي بان ديفيزيون مي ني نكتو في سيكال في العالم وأما سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكثيرة كذلك. يوسي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم دور يديه ومنها يقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Alors, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit ça, il est bien facile, bien clair, pour comprendre la force musulmane, l'unité en musulman. Il y a un mukmin, se parler dans un rahan, dans un pitié un à l'autre, dans une coopération un à l'autre, parler comme un égo. Il y a un égo, 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 alors qu'il y a entier les corps et entier les corps par sa vie. Alors, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a mis tout le monde musulman, par centaines de milliers, nous a une seule. Et Allah veut dire la force, et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous la force, pareil que par la montagne qui fait ce qu'il fait. يقول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا يعني المؤمن أبدا المؤمن بغير مثلا بانشي مرة كي أن يرد بيتشيني في شريك فيهم ليس هناك بين المسلمين تفرقة البغير وعطان من المسلمين بين الجديد سامس أبدا تشيبيشون تشيبيشون سامسين لا تفرقة المنصورية بين ديفيزيون باغ اكزومبل باغ ديال الباكيه كوب ديال الارض لا تفرقة عنصرية بين الأنساب والأعراق بين ديفيزيون باغ نيوز باسكو لا تيل لا بلاص على تيل لا بلاص على تيل بلاص لا تيل بلاص ولا بين الأشكال والألوان بين باغ كاليتي باغ كولير بين ديفيرونس اون نو ولا بين الجهات والبلدان بين بي صافي عرفت عن الأعراق بين ديفيرونس اون نو والشاعر في ذلك يقول ان هو يزير هما مسلمان يدي يا اخي في الهند او في المغرب يجاو فيا كي تو دالين هما فيا كي تو دا ماروك سيت دي بي ديستانسي انا منك انت مني انت بي يجا تو تو اي مو اي مو اي تو تو انسل لا تسالني عن عنصري عن نسبي Franchement, moi, quand j'avais nos générations avant, nos mêmes pensions, nos mêmes partenaires avant. Inna ul Islam, Inna ul Islam, Ummi wa Abi. Et il veut dire qu'il veut dire qu'il est musulman, il veut dire qu'il est islam, et il veut faire serment de mon maman, son maman, papa, et dans l'expression qui a rappelé, il veut montrer qu'il ne pas cause certains actions de moi, un tel nom, un tel nom. Ça, moi-là, ça vous a tiré d'un petit peu de missionnaire, ça. فمحمد صلى الله عليه وسلم عربي من مكة. وفي محمد صلى الله عليه وسلم يتعرف من مكة. وبلال رضي الله عنه حبشي من الحبشة. بلال اثيوبيا. بلال سوسي شوقي. وصهيب رضي الله تعالى عنه من روما من ارض الروم. صهيب الرومي سوسي رومي فنان الرقصي طبعا كان وسلمان رضي الله عنه سلمان الفارسي من أرض فارس سلمان الفارسي سيراج سيدان بيرس كان نعم إذا فالصحابة كلهم بأشكالهم إخوة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني تو ريس عن صحابة ديفيرونس بي ديفيرونس لا اون باج دو اوريجين بي سيرماج تو صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم دو سيغنيير كي سون سام فيجب أن نقف مع بعضنا في الأزمات.
symbolique qui, nous musulmans, prennent celle, quand nous faisons notre activité, nous sommes avec lui, nous nous assumons bien, nous nous assumons lui. إذا حلت أزمات أو مصائب نكون مع بعضنا. Alors quand un problème arrive, n'importe qui problème, nous connaissons la mission de la police ou bien n'importe qui pays, nous visons ainsi ensemble et les soutenir, nous allons faire. نفرح لبعضنا. Et aussi nous sommes contents quand nous avons de bonnes nouvelles. Par exemple, les enfants, les musulmans, les galoriens, et tous les musulmans, nous sommes fiers de ce qui se passe. ونحزن كذلك لبعضنا. Et aussi, c'est pas un malheur, par exemple, la Syrie, pas un malheur, mais dans la main du Saint-Crin, nous sommes tristes, qui paraît que moi, je sens triste de l'histoire et de la police, nous sommes dans la difficulté. Voyez que vous voyez un peu les bas. Et aussi, nous verrons pas, nos frères, nos soeurs, dans la difficulté à travers le monde. Allahumma a'izza l'islam wa al-muslimin. Alors, oh Allah, je vous en prie, oh Allah, de l'islam, de l'honneur, l'islam et la musulman, en ce moment. فاتقوا الله يا عباد الله جل في الله ومن في الإسلام وتواصوا بينكم بما أمركم الله ويسيد البحث عن كمسي أنا بك فهو كمسي الله في جهة كمسي أنا فقد أمركم بالوحدة الله في بندور بنية أصام وقد أمركم بالنوة يا الله في بندور بنوس أفوه فاجتمعوا واجمعوا شملكم على تقوى الله. Alors, qui dit ceci pour rassembler nous, c'est تقوى الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. غادي يجي القرآن. Signe ferme avec la cour d'Allah et pas divisé. Ça veut dire signe ferme musulmans qui habitent ensemble, pas qu'un roi divisé. Pas faire pour un politicien qui va être pour nous, pas comme ça. Nous, qui s'en fait des roches, et tous musulmans viennent de celle. Aqulu hadha al-qawl wa sami'tumuh. In kana min haqqin fa huwa min Allah. Et je finis de ce que je veux dire. Si nous disons quelque chose qui est bon, ça sortit depuis que Allah. Wa in kana min baatil fa min nafsi. والشيطان ونعوذ بالله ايشي من ذلك الشوز اللي بارو سان كل شوز ذا دي شيطان اي مو لو دي مان اسكي جو جان باور عليك الله واستغفر الله لي ولكم اي مو دي مان باور مو اكي بيجي فضل الله يغفركم كما صلى الله الله قومه واشكروه يزيدكم بريس الله الله قومه سبحانه وتعالى هم رجال المستقبل هم عباد هذا
هم الثروة الحقيقية. ولهذا كان يحرص عليه صلى الله عليه وسلم. فأقول للشباب تمسكوا بكتاب الله واتبعوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسيب رسول صلى الله عليه وسلم. طبقوا ذلك بأنفسكم. سيد ناسك من أبا. وانشروه بين إخوانكم وزملائكم. عصيب أباز بسم الله كيتشوز كيف يعبانا. فأنتم تستخدمون الوسائل الحديثة. بس كي جد عن زيادة سيد كمان نقول تكنولوجي كنا. كالموبايل مثلا أو الكمبيوتر أو التواصل الاجتماعي أو شبكة الإنترنت. أنا وجد سيد موبايل سيد إنترنت سيد واتساب سيد إنترنت. بسم الله كيتشوز سيري هو أوباز إسلام. فنشر الخير الآن أصبح سهلا ويسيرا. الحمد لله زوجك أوباز ومن توفاتيب أكابيس سنبري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له أجر من اتبع هداه. الرسول صلى الله عليه وسلم نسيري في أيدي تيابيين فتنون لبقاتي صلى الله عليه وسلم وعزيزي أوفي بقاتي صلى الله عليه وسلم لكن أقول أن شيء صار نعم أقول ذلك لأنكم أنتم تتواصلون بالحق وتتواصلون بالصبر. بفير مسكينون مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم شكرا جان سيد الميزان كون سيد الميزان كون سيد حق ثم صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرود الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم وارض عن صحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارض عن جميع الصحابة الكرام واحشرنا معهم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل بلاد وفي كل أرض. اللهم انشر رحمتك بينهم. اللهم انشر الألفة بين قلوبهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا وعن أهلنا وعن والدينا وإخواننا وأولادنا وجيراننا ومن له حق علينا من إخواننا. اللهم ألف على الحق قلوبنا. اللهم ألف على الحق قلوبنا. اللهم ألف على الحق قلوبنا. اللهم يا رب أصلح أحوال المسلمين في كل البلاد. اللهم أصلح أحوالهم في كل البلاد. اللهم أصلح أحوالهم في كل البلاد على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ومن يريد بهم سوءا اللهم فأشغله بنفسه. اللهم من يريد سوءا بالمسلمين اللهم أشغله بنفسه. اللهم اكفنا شره وبأسه. اللهم اكفنا شره وبأسه. اللهم اكفنا شره وبأسه يا رب العالمين يا كريم يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارض عنا. يا ربنا ارض عنا واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المفلحين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا ممن يعمل لهذا الدين ويتمسك بما
ممن يعمل بهذا الدين، واجعلنا ممن يتمسك بهذا الدين، واجعلنا ممن ينشر هذا الدين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك يا ربنا، اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك يا ربنا، اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك يا ربنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تشكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.